لا وعلى آلي وصحبي ولا. طبعا نحن في اليوتيوب أو في التيك توك طرحنا سؤال أنه اذكر آية خالفها الأشاعرة أو خالفوا فهم السلف لها، فذكروا لنا آية واحدة أنه اللي هي آية الاستواء، وبعضهم ذكر بل بما خلقت بيدي آية أو آيتين من القرآن اللي هو 6300 آية آية أو آية. طيب تعال نشوف هاي الآية اللي ذكرتوها الوحيدة، هذه آية الاستواء شلون يعني خالفها الأشاعرة؟ بيقول لك خالفوا مجاهدا لأنه قال استوى على وارتفع. طيب تعال نشوف، أولا الأشاعرة نصوا، أحسن نحط الوقت، أولا الأشاعرة نصوا على ما ذكره مجاهد اللي هو إيش؟ أنه استوى على كما قال، وهذا ذكره شراح البخاري، لأنه البخاري وساق عن ذكر عن مجاهد معلقا أنه عن مجاهد استوى على وارتفع، فشراح البخاري لأني كلهم شاعر ما اعترضوا على مجاهد، أني نعم اعترضوا على قول أبي العالي اللي هو أصلا لم يأخذ به ابن عثيمين، لأنه أبو العالي فسر ثم، ليس ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء، هذيك فسرها، قال ارتفع، جاء ابن عثيمين قال لا، في هذه الآية قولان للعلماء، استوى بمعنى ارتفع واستوى بمعنى قصد، قال والراجح اللي هي بمعنى الثاني اللي هي بمعنى قصد، يعني قصد خلق السماء. فاذهبوا أولا حاسبوا ابن عثيمين على ذلك. المهم فشراح البخاري ذكروا أنه هو استوى نعم على، لكن ليس علوا مكانيا، لأنه أصلا لم يكن نازلا ثم استوى ثم على يعني، ولا كان منخفضا ثم ارتفع، ولم يزل عاليا بنص ابن تيمية ثم استوى ثم، هو أصلا بيقول لك ابن تيمية ثم استوى ثم على، ويجي يقول لك لم يزل عاليا، إذا ليش عم تعترض لما واحد قال ثم استوى ثم استولى؟ قال لأنه يلزم أنه لم يكن مستوليا. طيب وأنت يلزم أنه لم يزل، لم يكن عاليا ثم على، معنى كنت تقول ثم على ولم يزل عاليا، طيب هناك ثم استوى ثم استولى ولم يكن ولم يزل مستوليا. طيب بدليل لماذا نقول نحن هنا على بمعنى العلو، بمعنى العلو اللي هو علو الرفعة والمكانة؟ لأن اصلا استقراء العلو وموارد العلو في القران وبنسبه 70 او 75% حتى 80% نسبه العلو المقصود به علو مكانه، وحتى لو نسبه للبشر ما بالك لو نسبه الى الله، ومنها وانتم الاعلون، ومجاهد يقول بنفس هذا السند ورقان بيجي عن مجاهد انه الاعلون الغالبون، وأنا لي منشور عن هذا، عن موارد القرآن، عن موارد العلوم، لكن في عندنا كلام كثير حتى ما يخلص الوقت. إذن لم نخالف مجاهدا في ذلك، وأصلا العلو هو ثابت، وحتى ولو لم يقله مجاهد، إيش هو الخلاف في العلو؟ ليس الخلاف في العلو، الخلاف في الجهة، في المكان، في الحيز، هذه دائما نقولها، وقبل أن يخلق مجاهد الله قال وهو العلي العظيم، فهذا ليس الخلاف فيها، هذا ثابت يعني. أيضا هذه الأمر الثاني بقى، أن ما قاله مجاهد هو ليس تفسيرا للاستواء بل هو تأويل له، وهذا مثل تأويل اليد بالقدرة، حمل صفة على صفة مشابهة لها، لأن اليد والقدرة كلاهما يعني يتم بهما الخلق على قولهم يعني. طيب وهنا كذلك الأمر، لأن العلو صفة والاستواء صفة، فلما تجي تحمل الاستواء على العلو أنت دمجت الصفتين بصفة واحدة، وهذه جامية عندكم، هذا مثل من يدمج اليد والقدرة بيجعل صفة واحدة، يجعل اليد هي القدرة. فإذا هذا تأويل، لو عقلتم أنتم لو تفكرتوا فيه هذا أصلا تأويل هذا، وإذلك هم الوهابية ينصون أن الاستواء والعلو صفتان اثنتان، وحتى هني بيذكروا أفروق بين أن وحدي هذه استواء هذا حادث، أما العلو قديم، الاستواء صفة خبرية، العلو صفة عقلية، وهكذا. أيضا الآن هنا
أنتم تقولون نحن خالفنا مجاهد، بينا نحن لم نخالف، نحن نص العلماء على ما قالوا، لكن أنتم الذين خالفتم مجاهد لما قلتم استوى استقر وجلس وقعد. فإن قلتم أنه هذا لا يخالف ذاك، بل هذه من تفاسير كلها واردة عن السلف، طيب وهذه واردة عن السلف أيضا، استوى استولى. فإن قلتم لكن هذا المنقول عن السلف، هذا استوى استولى منقول عن ابن عباس ضعيف، طيب وهذا المنقول عن ابن عباس استوى استقر أيضا هو ضعيف، ونفسه أيضا استوى قعد أيضا هذا ضعيف، هذا لم يقوله إلا الكلبي وهذا مقاتل وهؤلاء من الكذابين والمجسم وما إلى ذلك، وحتى هذا الكلبي رافض أيضا. أيضا تفسير التابع أصلا ليس بحجة، هذه نص عليها الشعبة. أيضا أنتم خالفتم مجاهدا في تأويل وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، بل قلتم بأن هذا التأويل باطل ولا يقوله أدنى من له معرفة باللغة العربية، صار مجاهد ما يفهم اللغة العربية أصلا. أيضا تأويل الساق، مجاهد نفسه أول الساق بنفس هذا السند والقائم يجيء مجاهد يوم أكشف عن ساق عن شدة، فقالوا لا هذا تأويل المعتزلة وتأويل باطل وهو إلى آخره. حتى هذا الشموسي ينكر على النووي لماذا قال يعني وافق مجاهدا ووافق ابن عباس بتأويل الساق، فاحترنا معكم إن وافقنا مجاهد وابن عباس تنكرون علينا، وإن خالفناهم تقول تنكرون علينا. نكمل ما تبقى حتى لا نطيل هذا الكلام، لأنه هنا ظل إيش الكلام. قبل أن ننتقل للوثائق أيضا أصلا من تقول لي بس بعض الأشاعرة قالوا استوى استولى، طيب هذا قول لبعض الأشاعرة سنجيب عنه. ثانيا هذا لا يخالف قول مجاهد، لأنه استوى على أيضا هو على الشيء استولى عليه كما قال ابن سيدة، حتى ما تقول لي إن والله استوى قعد هذا لا يخالف استوى على، ما هو أيضا لا يخالف. ليه؟ لاحظ أنه هون ابن سيدة ماذا يقول في قضية لما يتكلم عن معاني كلمة العلو، يتكلم عنها، شوف شو يقول لك هون، شوف هذا احتج به الشموسي، اعتمدت إلي هذا لا احتج به، على الشيء شوف وعتلاه واستعلاه واستعلى عليه استولى، شوف ومنه استعلى الفرس على الغاية وإلى آخر ما هنالك. شوف هذا هون وهذا هون أنتم خالفتم مجاهدا، شوف لما بتقول استوى يعني جلس، ولا يقول استوى إلى الجلوس، بالعكس يكفر من يقول إنه من ينكر هذا، من ينكر استوى جلس يكفر، يقول لك شوف هؤلاء جهمية كفار بلغوا أن نساءهم طوالق وأنهم لا يحللن لأزواجهن ولا تعود مرضهم. ليش؟ قال إنه هل يكون استوى إلى الجلوس، والجهمية تنكر ذلك. طيب أنت كفرت مجاهد الآن، لأنه مجاهد ما قال استوى جلس، عرفتم؟ وهذا هو لما ينكر على قضية مجاهد لما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شوف هذا هون مجاهد هون في قضية شوف هاي هون هذا من عدة أسانيد إنه إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب، شوف من عدة كلها عن مجاهد. هذه شوف إيش قالوا عن هذا القول، قالوا هذا قول الجهمية إنه إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، قال هذا قول الجهمية. لاحظوا شوف هذا الكتاب المنسوب لأحمد الرد على الجهمية، شوف بيقول لك شوف وإنما قالت الجهمية، أصلا هو أحمد بيقول لك باب ما جحد الجهمية أنه قالت إلى ربها ناظرة أي تنتظر سوا، اللي هو نفسه قول مجاهد. لاحظ بيقول لك هذا لا يعرفه، هذا التأويل لا يعرفه، أنه الناظرة يعني منتظر، لا أنه من يقول بهذا الكلام خالف جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء. ونيك مجاهد يقول لك هذا تلميذ ابن عباس وهو الذي أخذ عنه تفسير القرآن وهو أعلم الناس باللغة العربية، هون يقول لك لا هذا لا يعلمه بطريقة غير مباشرة، طبعا هم لم يذكروا مجاهدا لكنهم بطريقة هاي زبتل أنه إيش مين قال استولى من هذا، قال استولى هذا منقول عن ابن عباس، شوف هذه ذكرها ابن عبد البر استوى استولى. لاحظ هنا لك يا حسون بيقول لك ذكر ابن عبد البر بسنده يشوف الى استوى 14 استوى عن ابن عباس شوف استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان، شوف هذه ذكر ابن عباس بس بتقول لي بس هذه ضعيفه ضعفها بعدين انه قال انه فيها فلان وفلان من الضعفاء، لاحظ انه فيها مجهولون وضعفاء ذكرهم. طيب انت لما قلت استوى استقر انت اتيت باقوى بهذا
بهذه الأقوال. ابن عباس مسلسلة بالكذابين والدجالين، هذه الكلبي عن هذا السدي الصغير، عن كلبي عن أبي صالح، ثلاثة كذابين كما ذكرنا مجلس ماضي. بعدين هاي هون شوف الشموسي لما ينكر على النووي، ليش انه شوف ينكر في هذا الكتاب وهذا المضحك انه فيكشف عن ساق عن شده، يقول لك لا هذا ينكر الساق. طيب هذا قاله ابن عباس، لاحظ. وهذه هون تاويل ايضا الازهري اللي جعله من ابن اللي جعله من ايش، وهذا هون قبل القران انه الاثر ضعيف، انه هل يكون استواء الا بجوز، فيه مجهول وفيه واحد لاحظ اسناده لا يصح، وفيه هذا كذاب اصلا خارجه، ومع ذلك الشموسي يحتج به. كلام ابن بطال الأشعري بيقول لك أنه هذا ما قاله مجاهد، أنه شوف تأويل استوى على هو تأويل صحيح، لاحظ أنه تفسير صحيح اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة، لاحظ هذا هون كلام ابن الملقن، وهنا كلام ابن لاحظ استوى، قوله استوى على فهو صحيح مذهب أهل السنة، لاحظ وفقوا مجاهدا ولم يخالفوا، لاحظتم.